اخوان شلونكم وشلون صحتكم؟ رحت احكي لكم على اللي صار وياي البارحه. البارحه خابرني ولد من اربيل قال لي يابا حولت لك 50,000، ال 50,000 ما اعرف دولار دينار ما اعرف، رحت على الصيرفه زين ثاني يوم رحت استلمتهن، فمن استلمتهن قالوا لي يابا وقع واكتب اسمك ورقم تليفونك الصيرفه بتقاطع المسبح. فلما رحت وقعت وكتبت رقم تليفوني يم البنيه اللي بالصيرفه حولتنا على غير شو اسمه المحل اللي بصفه اللي هي نفس الصيرفه، فرحت استلم سلموني 50,000 دولار. هذا دفتر، هذا اثنين، هذا ثلاثه، هاي اربعه، هاي خمس دفاتر. لان ايش قد؟ لان خمس دفاتر البارحه انا مستلم العصر ماشي؟ فمن جبت وجيت قل لك الله يكثر من امثال هذا الرجل ابو اربيل زين، ورجل يبقى صاحب فضل ساهم وشارك. فاتصلت علي اريد اتشكر منه ما يجاوبني او ما حصلته. المهم فاليوم الصبح فالبارحه بالليل العفو حايرين انا واختكم ام سيف اللي هي زوجتي شو نسوي بهذا المبلغ؟ شلون القسمه؟ فش اتخذت هي اجراءات كفكره يعني من عندها؟ قالت لي انه نوزعه العوائل الشهداء. فاليوم عندني اشوف كم شهيد عندنا ببغداد نخليهن بظروف كل واحد نعطي مثلا فد 20 25 ورقه على عدد الشهداء اللي موجودين ببغداد نوزع المبلغ. فقعدت من النوم لقيت 70 مكالمه من هو ابو الصيرفه اللي ناطيني اياهن ابو بغداد. فرحت علي فتحت خط العفو يا معود دخيلك ودخيل الله، قلت له شكو؟ قالت لاحقنا، قلت له شكو؟ قال الموظفه البارحه متوهمه وياك، الولد ابو اربيل محول لك 50,000 دينار مو دولار. المهم قلت له عمي الفلوس موجوده وبخير والدليل. قال الموظفه راح تنجلط، تلاحقنا وطاحن براسها. قلت له بس اتاكد، خابرت ابو اربيل قال لي اخوي انا محول لك 50,000 دينار زين. المهم فهسه رايح لابو الصيرفه ذني واحد دفتر اثنين ثلاثه اربعه خمسه، والحمد لله والشكر هذا مو ثوب نحن العراقيين ابطال واهل غيره وما يغيرن من شاننا ولا من اخلاقنا ولا من تربيتنا هاي الفلوس زين. وان شاء الله راح يرجع عن هاي الامانه ترجع لاهلها، عرفت شلون؟ ورحت اصور لكم شلون من رحنا نرجعهن للصيرفه. تحياتي لكم. بغداد وذلي يتقسمن عليا بظروف ونروح ندزهن لعوائل الشهداء زين. الاخوان المبلغ وصل هذا طيبك للصيرفه طيبك. والبنيه لقيتها خطيه تبكي طيبك والله طيبك زين. وان شاء الله العراق بخير والله، ان شاء الله بجودك راح تكون في ناس طيبه والله العظيم، ان شاء الله بخير بخير والله بخير. هذا حجي المبلغ وصل البارحه هذا الولد عنده حوالي 50,000 ما يدري بيها، قال دازي له 50,000 عراقي. البنيه اشتبهت وياه قالت له ايش قد حوالي؟ قال لها 50. هي مكتوبه هم بالنظام 50,000. شويه تاذيت وتاثرت على البنيه لان قامت لقيتها تبكي خطيه. 50,000 دولار شلنا له 50,000 دولار وراح من البارحه. اليوم جاهن يعني بيده جاهن وعلى حطت هنا ما انطلع رسوله والله العظيم. طلع هاي وحده الله يرحم ابوك الطيب، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، هاي خمسه. الله يرحمك الطيب الله يرحمك الطيب. ما في متاكد لا 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 انت جاهز من هناك ابو حسين؟ لا والله لا خادم انا لا اخاف بباله يعني رساله، هاي رساله، هاي لكل واحد نفسيته ضعيفه. خويا عذريني انت ترى مو ذنبي انت يلا يلا قول يا الله ان شاء الله خير. ميزان اعمالك، ميزان اعمالك.